بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة طيبين يا شباب. إن شاء الله المحاضرة دي هنركز فيها على الباليوزويك استراتيجرافي ان ايجيبت. في الغالب هكون محاضرتين. الباليوزويك ديبوزيتس ان ايجيبت برغم ان هي محدودة الانتشار، يعني ما بتغطيش اكتر من 3-5% من مساحة سطح مصر، إلا أنها برضو بتنتشر فيما تحت السطح ولها أهمية اقتصادية كبيرة هنوضحها في حينها. فممكن تقسيم دراسة البلوزيوك استراتيجرافي ان ايجيبت في أربع عناوين بتعكس أربع مناطق المنتشرة فيها هذه الطبقات. زي ما هو موضح، الباليوزويك اوت كروبس اوف ساذرن سيناي هي اهم عنصر، ثم الباليوزويك اوت كروبس اوف ذا نورث ايسترن ديزرت، ثم الباليوزويك سب سيرفيس روكس ان ذا نورث ويسترن ديزرت، ثم بعد كده اقلهم اهميه هي الباليوزويك اوت كروبس اوف ساوث ويسترن ايجيبت. فنمشي بالترتيب. يبقى اهم باليوزويك في مصر هو الباليوزويك الموجود في جنوب. طبعا الخرائط موضحة عليها انتشار هذه الطبقات اساسا في جنوب سيناء، في المناطق المحصورة بين المثلث الجنوبي اللي فيه صخور القاعدة بالبريكمبريان بيزمنت، ووسط وسط سيناء اللي هو صخور هضبة التيه وهضبة الأجمة اللي هم الكريتيشيوس باليوجين. فهي استرب بينهم وبين بعض محصور وواضح، يعني كل الخرائط بتبينه. طبعا هتبقى فوق صخور القاعدة هنلاقي صخور باليوجين. صخور القاعدة انتم عارفينها في جنوب سيناء، هاي ماونتينس اريا اجناس متامورفيك روكس، تعلوها على طول صخور الباليوزويك. صخور الباليوزويك في سيناء ممكن تقسيمها برضو حسب الأهمية إلى أو تقسيم دراستها إلى أربعة مناطق. المنطقة الأولانية منطقة أم بوجمة، وهي أهم مناطق تواجد طبقات الباليوزويك في مصر، ثم منطقة أبو ضربة ووادي فران، ثم في حقول خليج السويس، وكذلك في المناطق الشرقية من جنوب سيناء من ناحية طابة ونويبع. لو بدأنا العنصر الأولاني اللي هو هيبقى، طبعا احنا هنعدي سينا اصلا من النفق او انفاق كتير دلوقتي، من معدية رقم 6 او اي معدية توصل لعيون موسى، بعد عيون موسى هتلاقي صدر، وبعد كده تمشي جنوبا لغاية ما تحصل مدينة ابو زنيمة ومدينة ابو رديس. هاتين المدينتين بتلاقي في المنطقة الشرقية منهم منطقة اسمها ام بوجمة. منطقة ام بوجمة منطقة مشهورة من زمان بسبب تواجد خامات المنجنيز فيها، شركة سينا المنجنيز شغالة فيها من زمان، وكذلك طبعا من تاريخ زمن الفراعنة موجود فيها التركواز والأرض الفيروز. فهي منطقة تعدين ومناجم مشهورة من زمان، والصخور البليوزويك مكشوفة فيها بوضوح وفي على احسن ما تكون. قلنا مدينة ابو زنيمة هي، ولغايه ما نحصل طبعا مدينة ابو زنيمة من المعالم الرئيسيه اللي فيها شركه سينا المنجنيز، اللي هو اللي كان بيستغل وما يزال بيستغل من طبقات حقبه الحياه القديمه من صخور الكربونيفرس في مناجمه في مناطق ام بوجمة المختلفه. لغايه ما نحصل ابو رديس طبعا شركه بلعيم. فالمناطق بقى الشرقية منها، طول ما انت ماشي على الطريق ده تبص ناحية الشرق تلاقي مناطق صخور الباليزو. برضو حتى من الفضاء بتبان طبقات الباليزو مكتوب عليها هنا مسيسيبيان، محصورة بين صخور القاعدة اللي في المثلث الجنوبي وهضبة التيه والعجمة اللي فيها كريتيشيوس وايوسين الله يمسكه. طبعا كل خرطة بتطلع بالطريقة دي واضحة. طبعا مناطق جميلة جدا فيها structures كتيرة، فوالق طبعا، وحتى من الصور الفضائية بتلاقي مناطق المناجم كلها كانت حديد ومنجنيز، بتلاقي بقى
بقايا اثار المايننج. تخش على المنطقة تلاقي صخور قاعدة بتنكشف على الأرض، ثم تعلوها طبقات الباليزوكا، طبقة غامقة كلاستيكس فوق البريكيمي. طبعا برضو الفوالق بتقابلك في كل حتة، منها مثلا الفوالق الجميل ده في وادي بعبع، يعني من ضمن الفوالق الرئيسية اللي عاملة خليج السويس. رميته حوالي 2000 متر، وتلاقي صخور القاعدة فيه الكيمبرين بيزمنت في جبل السمرة، فوق منه طبقات الباليوزويك الغامقة دي، ثم تيجي فولت وتلاقي صخور الكريتيشيوس باليوجين داون فولتد اجينست الباليوزويك والبريكيمبرين. طبعا رمية كبيرة جدا. تخش شوية على منطقة مبوجمة تلاقي بقى طبقات الباليزوك جميلة خالص، ومكان ما انت ماشي هتلاقي اثار المناجم او نقل الخام. أما بوجما اريا ايست اوف ابو زنيمة، قلنا فوق صخور القاعدة البريكيمبريان، طبقات نان كونفورمابلي، طبقات هيئات افقية، اوفرلاينج البريكيمبريان بيزنس. هذه الطبقات هي طبقات الباليوزويك، ممكن تقسيمها لعدة روك يونتس على درجة الفورميشن واضحين، اللي عاملة كليف فورمينج، واللي عاملة ستوك فورمينج، واللي عاملة في انكونفورمتي واضحة هنا اهيت، وطبقات تانية خالص. فممكن نقسمها طبعا، دي مناطق غير نصيب من وادي الأحيان، جميلة جدا، من أجمل المناطق اللي تلاقيها في جنوب سيناء. يمكن تقسيم طبعا المناطق الرئيسية برضه، المناطق الكبيرة اللي في مهمة، منها سرابية الخادم، مزار سياحي كبير، في آثار الرعنة، ودي صور عامة. واحنا رايحين شوف هتلاقي الطريق اللي رايح، ما الحكومة عاملة طريق أسفلت هو جميل يودين لغاية المعبد بتاع سرابية الخادم، فده شائق طبقات الباليزو، فمنه نقدر يعني نقدر ندرس هذه الطبقات. وادي السيحة هو، والطريق رايح لسرابية الخادم. طبعا الطريق ده من اوله على قدام ابو زنيمة على طول كيلو 3، بتلاقي فيه يقول لك الى سرابية الخادم. طبعا في الخلفية دي الطبقات الافقية بتاعت هضبة الدي كريتيشيوس، وادي الصخور اللي احنا بنتكلم عنها، طبقات البريكيمبريان ظهر على الارض، تلاقي شيستون لايس وكده، وبعدين طبقات اللور باليزويك هي جميلة خالص، هنقسمها دلوقتي. طبعا الماركر عندنا طبقات اللي فيها المنجنيز، بتبان قوي لما شركة المنجنيز أو كل اللي بيستغلوا المنجنيز في هذه المنطقة بيعبوا الخامة، بيسيبوا راتش كده ووشنج بينزل على السفح، فبيبين لك الماركر أو الطبقات اللي تحتيه. صخرة البوجما هي انت عندكم في العملي، خريطة جميلة جدا، بتلاقي فيها بالاضافه للصخور البريكيمبريان في صخور تحت الكربونيفرس، ونحن بنميزه بطبقات المنجنيز. وبعدين طبقات الكربون نفس الكربون نفسها هي تو يونتس واحدين خالص، من اللايم ستون والساند ستون. اللايم ستون او الدولومايت ده اسمه موجوما فورميشن، والساند ستون اللي فوق ده اسمه ابو صوره فورميشن، وهم اهم تو روك يونتس في هذه المنطقه. طبعا المنطقه فيها صخور اخرى غير طبعا بيحدها من غرب طبقات الكريتيشيوس لغايه السينوزول كله لغايه الخليج، ومن الشمال زي ما اتفقنا هضبه التي كريتيشيوس ايوسين، وفي الجنوب كله صخور القاعده البريكيمبريان بيزمنت. في المكشوفه فيها طبقات الباليزود، ما هنوضحها دلوقتي، عاملين لها خريطه جميله هي. انما دي حد رسمها لنا تاني هي بالكمبيوتر، وتبقى شكلها اجمل. خريطة المبوجمة طبعا بتوع الجيوفيزيكس بيحاولوا يعملوها كده، انما هذا التوزيع لهذه اليونت على الجبل هي فوق البريكمبرين بيزمن، سرابية الخادم، ابو حماط او ابو حماطه فورميشن، طبعا الشيل اللي فيها التريس فاصل، وادي نصيب اللي هي الترنيشن من سيلت ستون وستاند ستون، ثم العدديه، ثم المبوجمة اللي فيها الخام، ثم ابو سور. هم دول توزيعهم، وطبعا اللي في الخلفيه ده اللي هي قلنا العضله دي كريتيشيوس ايوسين. طبعا رايحين بنفوت بقى على الشيخ الحشاش، بنقابلنا اول طبقات
لاكروس بيدد ساند ستون بيبلي اركوزيك ساند ستون اللي بنسميها سرابيط الخادم فورميشن. بعد كده يونت اللي هي التريس فوسيلز، انا بس بجيب لكم شويه تريسز. تريس يعني اثار للكائنات دهيت، دول حدي حاجات حديثه بس بوضح بيها يعني ايه تريس فوسيلز. تريس اثر لنشاط او حياه الكائن ومشي، ما هوش موجود ولم يحفظ الكائن نفسه، انما حفظت اثاره زي اثار الاقدام وزي اثار النستنج واثار الووكينج والحاجات دي. فده مثلا اهو دي حاجات حديثه هي بتلاقي تقول ده قطه ولا كلب ولا حاجه، انما انت ما شفتوش مشيت القطه ولا. كذلك دي انواع من اثار الكائنات هي، عشان بس نشوف دي الحاجات اللي بنلاقي بعد كده في الصخور. طبعا هو علم مهم اسمه تريس فوسيلز. اللي بنلاقيها في مصر بقى في الطبقات الباليزول ده اسمها كروزيانا. الكروزيانا هي خطوط كده بتعملها الترايلوبايتس. الترايلوبايتس دي نوع من الكراستيشيان زي الجمبري وزي الكابوريا، بيمشي بيلم الرمل كده، هو بيعمل الخطوط اللي انت شايفها دي حزوز كده، بتحفظ هذه الحزوز او الخطوط دي بتحفظ في الرمل، وبرغم ان الكائن نفسه بيتحلل ويندثر وما تبقلناش منه حاجه، انما اتبقت الاثار بتاعته. فدي الترايلوبايت. الترايلوبايت جايه تفصل لحضارات في الكيمبريان وتمتد شويه للاردوفيشن، فبناء عليه اعتمدنا على ان عمر هذه الطبقات لابد ان يكون من الكيمبريان اردوفيشن. بناء على ايه؟ بناء على هذه التريس فصل. ده وادي نصيبه اهوت في سكشن كامل جميل خالص. قلنا دي قبل كده طبعا دي كانت مدرسه البريكيمبرين بيزمنت اهوت، فوق منه الطبقات اللي قلنا جبناها قبل كده افقيه هي من صلابه الخادم ابو حماق ونصيب والعدديه، ثم الانكونفورمتي الكبيره اللي بتيجي فوق منها ام روما فورميشن. هي ام روما والجيروجين من خريج اولادنا اهي. القطاع بيبان بقى بعد ما خلص اللور ساندستون ده، بتلاقي الريجولار سيرفيس كده بيبين لك الاوريجنال انكونفورمتي او الديسكونفورمتي اللي هنا. فده الكربونيت بتاع ام غرمة واللي فيه الخام بتاع المنجنيز اهو. شوف خط الريجولار سيرفيس ده، الريجولار سيرفيس ديسكونفورمتي بين اللور باليوزويك ديبوزيتس اللي هي من اول صعيبات الخادم وابو حماطه نصيب والعدليه اخرنا، ثم يجي بعد كده منطقه عليت وارتفعت فوق سطح التعريه وحصل فيها ايروجن، وبعد كده هبطت تحت المستوى الترسيب وترسب لنا كربونيت في شانو مارين ديبوزيتس اسمها مرغوم فورميشن. طبعا دول كربونيت كانوا لايمستون وبقى الوقت دول موتايزد لايمستون او دولستون. فدي منظر جميل بتشوفه وانت داخل المرومة، خصوصا في مناطق وادي بعبع او وادي قدرة حلوة بنقدر نروح نزورها ويطلعوا يشوفوها. نطلع نشوف الخام والناس بيعبوه، بيشتغلوا بالاوبن كاست كله الوقت خامات حديد ومنجنيز غير اللوزايت والهيماتايت وانجانايت وليمونايت، حاجات من خامات الحديد والمنجنيز مشتركة، هي يعني خامة مشتركة. طبعا الخامة المهمة اللي فيها المنجنيز، إنما فيها حديد أكثر ما فيها من المنجنيز. طبعا بتتصدر وبتشتغل عشان سينا المنجنيز. دي مناطق صور المناطق المناجم مناطق أمور. طبعا منظر أثرية اللي هناك سرابيط الخادم، سرابيط الخادم معبد أثري فرعوني على اسمه روك يونتس. طبعا مزار سياحي وحتحور تيمبل كومبلكس، في مبني من أعمدة أو من طبقات الإعدادية فورميشن، مرسوم عليه رسومات هيروغليفية لآلهة المعادن والمناجم حتحور. القطاع بتاع أم غرمة نفسه هو القطاع المهم، أم غرمة فورميشن هي أهم يونت هنا. قلنا عمقية كربونيت توصل 40-41 متر، ممكن تقسمها لثلاث أجزاء، الجزء اللي فيه المنجنيز من تحت اسمرات السمرة منبر، ثم الجور منبر فيه فوسيلز، ثم أم شبة منبر. وده تقسيم بس لنا لشغلي يعني، هو بيبان في الجبل بعينك تشوفه، هم كلهم كربونيت بس ديت شوية بينكش كده، دي راس السمرة اللي فيها المنجنيز، ثم الجور منبر ده مسفر شوية فيه فوسيلز، وأم شبة براون دولستون أو لايمستون، وهم كلهم كربونيت وصلهم إلا قلنا 41. طبعا ده بيبين لك بقى بيئات ترسيب
احنا عمرنا قلنا بيزيان. بيزيان ده لما ترجع للجدول هتلاقيها من اللور كاربونيفرس، الكاربونيفرس يقولوا مسيسيبيان وبنسلفانيا. المسيسيبيان بنقسمه الى تورنيزيان وبيزيان وناموريان او سوربوفوبيان، فدولت هم الثلاثة. البيزيان هتلاقيه بقى نص في نص الايه؟ في نص اللور كاربونيفرس. فطبعا احنا بنلاقي كان مكتوب عشان باليوكولوجي، عشان لما لو حد سألك قول لي الهيستوري بتاع المنطقة، لازم تكون عارف بقى الترسيب، وان الترسيب الاول كان شالو مارين واجيتيتد لانه فيه اولايتس اوليتيك لايم ستون، وبعدين بقى شويه ديبر رسيب لي او جاب لي بعض الكلايز، وفيه كمان براكيبودز، وبقى في انواع من الفوسلز بتدل ان البيئه بقت ديبر في الميدل ممبر. ثم بعد كده حصل شالوينج او ريجريسيف فيز، جابت الثاني اوليتيك لايم ستون في الممبر. هي سايكل زي ما انت شايفها كده، ترانسجريسيف وريجريسيف سايكل، شرحوها ناس كتير، اللي يحب يعرفها يبقى اجمل يعني انه يعرف التاريخ بتاع ترسيب اليونت المهم ديت في ام بوجو. أو زي ما كنت بقول لكم الكاربونيفرس مسيبيان وبنسيبيان، اللور اللي فيه اللي هو مسيبيان بنقسمه تورنيزيان وبيزيان وسوربوفوبيان. فالبيزيان اللي بنتكلم عليه هو الجزء الميدل من اللور كاربونيفرس. يعني لما يغلب او ما تلاقيك نسيت الاسامي قوم راجع للجدول. طبعا دي صور للمنطقه، طبعا دولوميت برضو بيعبوه نفسه، يعني مش بس المنجنيز، الشركه طبعا بتشتغل في كل الخامات، حتى الدولوميت مطلوب كسنتر للزخرفة للحجر للاسفلت او حجر للبناء اللي هو الكونكريت، يعني الخرسانات والحاجات دي للاسفلت والاسفلت، يعني الناس بتشتروه، فبدل ما يرموه بيبيعوه. هذه التو يونتس المهمين في المنطقة هم بوجما فورميشن وأبو ثورة فورميشن، هم أبو بوجما تحت فيها كربونيت وثورة ساندستون اللي فيه الكاولين والبوجما. جمعنا منها فوسيلز زي ما اتفقنا أهيت من كربونيت ديت جميلة خالص، فيها كورال سلنجبرة وفيها بريبولز بتدل على عمرها وعلى بيئة ترسيبها. طبعا بتطلع فوق ما بتلاقي الطبقات كلها مايلة ناحية الخليج، وبيجيب لك العمود الجيولوجي بقى كله من أول الكريتيشيوس لغاية الميوسين المايوسين، كل السكشن ظهر من فوق بقى. فما بيجيب فورميشن فمنها أبو صور، طبعا قلنا فيها الفوسيلز ديت بريكيبودز وحتى كرامنيفر دايت فوسيلز، عشان كده حددنا العمر بالظبط ميدل فيزيان بي 2 اي. فيعني في بايوزونز مش مهم تعرفوها، او انما بقول لك يعني الخلاصه ان هي ريتش في الفوسيلز ومارين فوسيلز، جابت لنا العمر والظروف الترسيب. وانا لما بقول مفهومها ابو صوره بلاستيكس كروس بيدت ساندستون من تحت برضه بيبين لي ده تابولار بلان كروس بينك، بيبين اتجاه التيار كله جاي من الجنوب. فيها في الجزء السفلي من ابو صوره اللي هم ال 200 متر دولت فيهم 140 متر تحتانيين فيهم كولين، طبقات كولين طبعا كولين معدن الطين كلي مينرالز اوبكويشيس، بيستخدم في صناعات كتيره، فبيحللوا الالومنا اللي فيه ويبيعوه حسب كل شركه عايزاها، شركه الورق، شركه النطاط، شركات البويات، شركات مساحة التجميل والحاجات دي بيشتروه. فاللي هم اللي يهمنا دلوقتي ان هو لما هو بتلاقيه بقى يبقى بدل ما يكون ابيض بقى شويه جراي، بعد ما يبقى جراي يبقى بلاك، بلاك يبقى كول سيمز. فطبعا تحس ان هنا ديت فيشز من التريس فوسيل اللي يسموها سكوين فيشز، دي فريش ووتر، فريش ووتر فيشز، فريش ووتر يعني هي ميه ميت. العروق الفحم اللي بقت اتحولت لها الطبقات الكولين ديت استولت شويه، وبعدين لقاها عشان استخرجوها مكلفه، فهي متعانه كاستراتيجيك مينرال ديبوتس، انما هو كولين بتاع ده فحم حلو، انما مشكلته بس في
وعورة المنطقة وتكاليف الاستخراج. فيه نباتات طبعا، الفحم أصله نبات. هنا النباتات السرخسيات العصر الكربوني اللي هي الفلورا بتاعتنا، البيريدوندرون والكرومايتس والسجلاريا والريسيا، كل دول بتلاقيهم. حتى ما لقيتش نبات بذاته هتلاقي التريس، هتلاقي البولين او يسموها السبورز بتاعته. السبورز دي طبعا بتلاقيها هي تترات طالعه زي ما ربنا خلقها من الاول، فتحس انها ما اتنقلتش كتير، فتعرف ان ده اللوكال فيجيتيشن، وده ودي النباتات العصر الكربوني ما اتنقلتش من هنا زي ما انت. طبعا الجزء الفوقاني بقى من بعد احنا قلنا الصوره جزئين، جزء فيه كاولين من تحت، والكاولين ده فيه تحول لشويه فحم، والفحم فوقهم نباتات. اما الجزء العلوي من ابو صوره بوصل ل 60 متر، فتلاقيه رمل ابيض. شوف من بعيد كده تلاقيه عليه رتش من الاحمر، ده هتلاقيه رمل ابيض. وليه وصفه جميله خالص كده، يقول لك هو فاين تو ميديوم جرين لوس او فرايبل كوارتزوز ساند. فالساند ده دي او مواصفات ما يسمى بالجلاس ساند او الوايت ساند، الرمل الابيض او رمل الازاز، رمل الزجاج جلاس ساند. طبعا بيتباع من اجود خامات الجلاس ساند او السيليكا جلاس عموما في العالم. توصل لنسبة السيليكا في اس اي او 2 99 و99 من 100%. بيعملوا جسات وبيعملوا تراخيص لرمل، محاجر الرمل، محاجر رمل الازاز يسموه كده. طبعا لهم فروع في القاهرة بيبيعوا، بيتعاقدوا معاهم. فوق رمل الازاز ده في العروق اللي قلنا عليه البازلتك لافا فلو، اللي هو قلنا عمره بيرموتراسيك لغايه الجوراسيك، ده نبقى نشرحه مع البيرموتراسيك ان شاء الله. دي اخر الايه اخر حاجه في السكشن، بتلاقي يقول عليه الفرش الازرق، هو مازلت ومتراتش كده بينزل، انما لو دققت في الطبقات اللي تحت دي هتلاقي هي الجلاس او السيليكا جلاس. طبعا طبقات على حافتها الشرقية بتلاقيها انكلايند ومايلة كلها ناحية الخليج، تلتد ناحية الخليج لغاية ما تجيب صخور الكريتيشيوس في جبل سبع سلام. فهو تبص كده تطلع فوق بعد ما تخلص السكشن، تبص كده ناحية الخليج تلاقي الطبقات كلها مايلة قدام منك، تلتد ناحية الخليج، ومن أول صخور الكريتيشيوس لغاية الإيوسين لغاية المايوسين اللي هناك، ثم بينك في الأفق كده خليج السويس نفسه عليه شركة سوكو، سوق السويس للزيت، التنكات بتاعتها هي، وده خليج السويس من بعيد كده. انما انت هنا في مناطق البلوزوك اللي فوق على العالي. هي نراجعها تاني، الصورة الجميلة القديمة بتاعتها هي دي، صخور برضو لمناطق المناجم في أم رومة. أم رومة شوف لونها ايه، ده الكربونيت. حتى هي نفسها دلوقتي بيشتغلوا بالأوبن كاست، لأن طبعا كان الأول مناجم، وبعدين ما عادش حد عارف يشتغل بالروم اند بيلر ديت، بيكشفوا كل الاوفر بيردن، بيفجروه ويشيلوه ويعبوا اللينس اللي تحت. هي كانت لينس زي دي كده، الكور بتاعها منجنيز ريتش في ادايرولوزايت ومنجنايت، والبريفري بتبقى في الغالب ما تكون هيماتايت وبوتايت وليمونايت. فقعدوا يشتغلوا على المنجنيز الاول، وبعدين دلوقتي بقى عملوا السبيكه بتاعت الفيرو مانجنيز، لان الخامه فيها حديد اكتر ما فيها منجنيز، فعملنا سبيكه فيرو مانجنيز. هو المصنع اللي موجود في ابو زنيمه اسمه مصنع سبيكه الفيرو مانجنيز، وهي مطلوبه للسوق، مصنعات حلو الصلب وصناعات اخرى، ومش ملاحق السوق. ايوه المصنع ده شركه سين المانجنيز، طبعا هو هي العلم الرئيسي في المنطقه. طبعا زي ما قلت لكم برضه بيبيعوا كمان معاها الجلاس ساند، وبيبيعوا كمان الكاولين يعني والجبسة اهوت. بنلف ونروح ناحية أبو زنيمة أبو رديس، هتلاقي المصنع شغل شركة الفيرو مانجنيز. طبعا دي حاجات من الناس اللي اشتغلوا على الخامات، خامات سواء الفحم أو خامات المنجنيز أو الكاولين، تبقوا تاخدوهم فيها.
الصور بتاعت المنطقة لما نخرج منها نلاقي قدام مننا صخور الكريتيشيوس، يعني أول إحنا صخور بليزوك أهي، وتلاقيها فولت كده أجينست الكريتيشيوس، ده لور كريتيشيوس وده أبر كريتيشيوس، وده لغاية الصربوط ده هتلاقيه ميوسين، فسيكشن كده كبير طبقات كده مكدسة في المنطقة من نتيجة الاستراكشر اللي بيحصل في المنطقة. هنا في الكربونيفراس قدامنا اهو اللي احنا واقفين عليه، ونبص من بعيد ان هي جبل مسبع سلامة وجبل صربوط الجمل، دول من اللور كريتيشيوس لغاية الميوسين في الحتة اللي قدامنا. طبعا دي صور من ذكريات من وادي نصيب، مدرسة على وادي المصنع زي ما اتفقنا برضه من رحلاتنا اللي هو مروج مكورميشن، منقولين كوبي وبيست من الكتاب، منقولين بالنص اهو، تقدر انت بقى تعملهم عناصر على يعني زي ما اتفقنا عناصر وصف الفورميشن، تقول طيب لوكاليتي، وتقول الثيكنس، وتقول الليثولوجي، وتقول اوفرلاي واندرلاي، وتقول الجايد فاصلز اللي فيها، وتقول لو لها سمات وعمرها، دي العناصر نتكلم عليها. مجموعة فورميشن موصوفة هي اسمها بصورة فورميشن من أولى من كده النص، تقدر تلخصها أنت بمعرفتك زي ما أنت هتمشي في كل الإيه كل الروك يونتس اللي هناخدها بعناصر وصف الفورميشن. هنا أنا أوضح الجلاس ساند بالذات، وهو أهم خام هنا دلوقتي الابتلاع، طبعا هنا بيرتبوها حسب درجة الرم جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 لغاية جريد 4، كله بيتباع، لأن كل شركة الزجاج بتاخد نسبة، يعني نسبة 99.7%. ده الصناعات الأخرى في زجاج مسطح، طبعا في كريستال، في مكتوب عنك هو زجاج ببصريات، يعني ده ناقلين لك الإيه المواصفات القياسية للخامة لكل شركة، وكله بيتباع. خلاص جريد هنا جريد A وجريد B وجريد C. طبعا بتخش من اول على ست الكاميرات والميكروسكوبات والالياف الضوئيه، بتخش في حاجات كتير جدا، وبس احنا بنبيعه خام للاسف، ويا ريت ان الحكومه يعني تتجه لتصنيعه محليا وتبيعه كمنتج مصنع بدل ما هو بيتباع خام. طبعا وناس كتير بتنادي بكده، من يعني يقول لك احنا خساره نبيع الرمل ابيض كده خام، اللي احنا حقنا نصنعه ونقله خامة مصنعة ويعني يدخل عائد أكبر بكتير. في أماكن تبع الجلاس في مصر